حقيقة السنة قدرنا نأمن أكبر نسبة زراعة إن شاء الله قد نعم. تكون كافية وفيها زيادة في تحصيل هذا المحصول الاستراتيجي المهم من خلال زراعة 4 مليون و2.5 مليون بالإضافة إلى 1.1 مليون في البسات. طيب معالي الوزير، كم تعتقد أنه ممكن الإنتاج الزراعي لهذا العام أن يغطي من حاجة السوق المحلية بالذات في محصولي الحنطة والشعير؟ شقد ممكن يغطي؟ احنا استاذ نجيم شكرا جزيلا لك على هذا السؤال، لان هذا السؤال مهم يستتبع تاثيرات على السوق وعلى الاقتصاد العراقي. احنا سنويا حقيقه كان العراق يحتاج الى كميات كبيره للاستيراد لمحصول الحنطه، لانه الكميات المزروعه مثل ما ذكرت قبل قليل كانت قليله، وبالتالي المحصول يكون قليل، مما يستدعي من الحكومة العراقية أن تخصص موازنات كبيرة لشراء المحصول الحنطة حتى يطحن في المطاحن العراقية أو من خلال استيراد الطحين. هذا العام من فضل الله تعالى هذه المساحة المزروعة حاليا إذا الله سبحانه وتعالى تم علينا بإكمالها بنجاح، لأنه إن شاء الله ما تتعرض لظرف طارئ أو لظرف خارجي مثل الثلوج أو غيرها من أمطار قاسية في موسم الحصاد، في حالة عدم حصول أي طارئ غير ذلك إن شاء الله سيكون الناتج المحلي لهذا العام ناتج مبشر ويغني العراق عن الاستيراد، لأنه إحنا نحتاج بحدود 5 إلى 6 مليون. عندك رقم مثلاً معالي الوزير تتوقعه؟ المساحة المزروعة عندنا الآن رقم تتوقعه؟ نعم نتوقع الآن الزيادة الحاصلة في هذه الكمية تتجاوز هذا بكثير، والمساحة المزروعة الآن بحدود 7 إلى 8 مليون دونم. متوقع هذه الإنتاجية لهذه المساحة المزروعة كافية أن تغطي ما يحتاج العراق من حنطة، وحقيقة يوفر للحكومة العراقية ويوفر للموازنة مبالغ كبيرة كان تذهب من خلال الاستيراد من دول الخارج. وإحنا الآن حقيقة بدينا بخطوات يعني جدا ممتازة. قبل فترة كان العراق مثلا واحدة من المنتجات اللي موجودة بي اللي هي مثلا محصول الطماطم كان ينتج حقيقة بكميات كبيرة، وعدنا في مواسم الوفرة مثلا في شهر 12 وفي شهر 11 والواحد يوصل الإنتاج بمحافظة البصرة في الزبير وفي كربلاء وفي محافظة النجف، هاي المحافظات تحديدا، إلى كميات كبيرة جدا، مما حقيقة يأثر على الفلاحين، ويباع صندوق طماطم 3000 أو 4000 دينار وحتى أقل من ذلك. أي. هذا طبعا نعم. خلى الفكرة والتعاون لاستثمار في مجال الصناعة التحويلية، وتم المباشرة بمعامل معجون الطماطم. الشيبس اليوم احنا البطاطا الكمية الكبيرة اللي تنتج الآن في العراق، ولأول مرة العراق يصل إلى الاكتفاء الذاتي بمحصول البطاطا، لأن البطاطا أيضا تعد من المحاصيل الاستراتيجية، والآن هاي الكميات الكبيرة واللي بعتها أيضا في تزايد، يعني الآن وصلنا إلى الاكتفاء الذاتي من استورد أي بطاطا وبنوعيات جدا ذات جودة عالية لها جدوى اقتصادية. اليوم الفلاحين والمزارعين يحاولون يزيدوها، لذلك أيضا تكاملت مع معامل موجودة الآن في إقليم كردستان، وأيضا عندنا الآن طلبات في معامل في وسط وجنوب العراق لشيبس اللي هو مادته الأساسية اللي هي البطاطا. وبالتالي التكامل في الدورة الاقتصادية أو في الدورة الزراعية لمحاصيل تنتجها وزارة الزراعة إن شاء الله ماضين به، لأن هذا حقيقة راح يوفر لنا أولا فرص عمل من خلال هاي المشاريع الصناعات التحويلية، وأيضا يأمن لنا على أن المنتج في حالة الوفرة أو زيادة ما راح ينزل إلى أسعار بحيث يخلي المزارعين يوصلون إلى أسعار غير مجدية، وبالتالي تركهم لحقيقة ما سؤال معالي الوزير زراعتهم لهذه المحاصيل. إحنا نؤمن أن التكامل الزراعي في هذه المنتوجات حقيقة واحد من عوامل النجاح إن شاء الله لوزارة الزراعة.